تنضم إلينا محللة الأسواق المالية من إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن العملات الأجنبية والتطورات في أسعار النفط والذهب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية نتحدث عن تعاملات الأسبوع الماضي، لاحظنا هنالك العديد من البيانات إن كان في الولايات المتحدة وأيضا في الأسواق الأوروبية أثرت بشكل كبير على أداء الدولار. ما هي التوقعات لتعاملات هذا الأسبوع لينا؟ صباح الخير. بداية بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي بالفعل بعد تراجعاته في نهاية الجلسة، لكن شهدنا بعض الارتفاعات الخميس والجمعة بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت بشكل كبير مفاجئ. الأسواق ارتفاعات في 5.14% أعلى من توقعات الأسواق، يعني ما زال أن التضخم مرتفع أثر على حركة الدولار الأمريكي. ما بعد ذلك بعد مبيعات التنسيق الأمريكية التي جاءت فوق التوقعات ب 0.17%، إعانات البطالة الأمريكية تراجعت، فبالتالي بعد عدة أسابيع من السلبية جاءت التراجعات تقريبا يعني أقل من 300 ألف وظيفة، فبالتالي كلها أثرت إيجابا على حركة الدولار الأمريكي وأنهى الأسبوع تقريبا كمكاسب أسبوعية على ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بعد التراجعات التي شهدناها. وشهدنا ارتفاع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، يظهر أن التفاؤل حيال أنه قيام الفدرالي الأمريكي بتقليص شراء السندات في نوفمبر أو يعني على أقل تقدير في نوفمبر أو ربما يكون في ديسمبر، يعني بات هذا الأمر يعني ضرورية وتتوقعه الأسواق بأن يقوم بالفعل الفدرالي بتقليص برنامج شراء السندات. فبالتالي المؤشر الدولار الأمريكي عم يستجيب لهذا الارتفاعات، وعم نشوف كيف عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعجل 10 سنوات وأيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القصيرة الأجل لمدة سنتين عم ترتفع، وعم نشوفها أعلى مستوياتها في 9 أشهر. هناك الأسواق تستبق ذلك، ولاحظنا شهية المخاطرة على الأسواق والأسهم الأمريكية التي شهدنا فيها ارتفاعات بالرغم من مخاوف التضخم. فعم نشوف الارتفاعات بشكل كبير مستفيدة يعني من نتائج الشركات. أريد أن أستوقفك هنا حول يعني أداء التضخم وأيضا المخاوف من التضخم. ألا يعني ليس من المتوقع أن ينعكس ذلك سلبا على أداء مؤشر الدولار وعلى الدولار تحديدا خلال تعاملات الأسبوع؟ يعني كنا خلال تعاملات الأسبوع الماضي نتحدث عن العديد من البيانات الإيجابية، عن ارتفاع عوائد السندات وأيضا مبيعات التجزئة، لكن يعني مخاوف من التضخم ألن تؤثر سلبا على أداء الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا؟ طبعا ما زالت مخاوف التضخم موجودة نتيجة عم نشوف أنه ارتفاع أسعار الغاز، أسعار الفحم وأيضا أسعار النفط عم ترتفع، وهذا اللي عم بيسبب الارتفاعات في التضخم. التضخم ما زال هناك مخاوف، لكن عم بيتكرر أنه هناك توقعات في أن تكون ما زال التضخم عابر أو مؤقت. فبالتالي بالرغم من ارتفاعات التضخم القياسية وهناك مخاوف من استمرار تلك الارتفاعات في التضخم، لكن يجب أن يكون هناك كبح لارتفاع التضخم. فبالتالي عم تتوقع الأسواق أنه يكون في تقليص لبرنامج شراء السندات. لهذا التوقعات أنه ربما نشهد مؤشر الدولار الأمريكي ربما أو احتمال أن نشهد يعني ما زال أن نشوف بعض الارتفاعات نتيجة العودة لأخذ شهية لأخذ المخاطر. فتوقعات باحتمال رغم يعني لا أستبعد بعض التذبذب بين الحين والآخر خلال الأسبوع القادم، لكن الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي نتيجة أنه ما تراه الأسواق هو تقليص برنامج شراء السندات، فهذا ينصب لصالح مؤشر الدولار الأمريكي. نعم، يعني العديد من العوامل تؤثر بشكل واضح خلال تعاملات هذا الأسبوع. ماذا عن أسعار النفط؟ كيف يتم التعامل معها حاليا يعني في رغم بالرغم من الوصول إلى هذه المستويات القياسية، وكيف تؤثر على الأسواق تحديدا؟ بالنسبة يعني كما ذكرت أسعار النفط عم نشوف ارتفاعات، يعني أنهت الأسبوع بارتفاع 3%. هذه الارتفاعات ما زالت عم تواصل صعودها، وتوقعات بالارتفاع بأكثر من ذلك رغم مخزونات النفط الأمريكي جاءت بزيادة 6.1 مليون برميل يوميا، يعني جاءت أعلى من توقعات الأسواق، كانت أقل بكثير توقعات الأسواق. لكن يعني هناك توقعات بزيادة الطلب على الخام، وخاصة مع أزمة الطلب
المستقل عم تشهدها الصين، أوروبا وأيضا الهند، وخاصة في دول مستهلكة مثل الصين والهند، فعم في تحول من الطلب على الغاز والفحم إلى أسعار النفط. فلا أستبعد أنه نشهد ارتفاعات أكثر على أسعار النفط، وخاصة نحن مقبلين على فصل الشتاء، فهذا يزيد من الطلب على الخام. وعم نشوف أنه كمان توقعات بتراجع إنتاج الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا التوقع في هناك مع التزام أيضا أوبك فقط ب 400 ألف برميل يوميا بزيادة إنتاجها، فبالتالي متوقع أن تصل أسعار النفط أكثر من ذلك، ولا أستبعد مستويات ربما 90 دولار، وليست مستبعدة على المدى المتوسط إلى الطويل في ظل كل هذه العوامل التي ذكرناها. نعم، العديد من العوامل أيضا. ماذا عن أسعار الذهب الملاذ الآمن، الذهب المعدن الأصفر، يعني في بعد فتح شهية المستثمرين للمخاطرة، يعني نلاحظ هناك تذبذب واضح في أسعار الذهب منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، هل نتوقع أيضا خلال تعاملات هذا الأسبوع مع افتتاحية تعاملات هذا الأسبوع هذا التذبذب، أم البقاء ضمن المستويات عند 1700 تقريبا، 1743 دولارا للأونصة؟ بالنسبة لأسعار الذهب بالفعل عم نشوف هناك حركة من التذبذب، أنهت الأسبوع يعني رغم أنهت الأسبوع على ارتفاع، لكن الجمعة كانت تراجعت وتخلت عن مستويات 1800 دولار، وهي أعلى قمة في في 7 أشهر تخلت عن تلك القمة في ظل البيانات التي كانت داعمة لمؤشر الدولار الأمريكي مثل مبيعات التيسي أو تراجع بإعانات البطالة الأمريكية، سببت التراجعات لأسعار الذهب. كمان عم نشوف كيف عوائد سندات الخزانة الأمريكية رجعت ترتفع، فبالتالي سببت بعض الضغوطات على أسعار الذهب. لكن عندنا مستويات 1800 دولار يجب مراقبتها، لو استمرينا فوق تلك المستويات ربما نرى خلال الفترة المدى الطويل انه نشوف مستويات 1850، لكن مع تقليص برنامج شراء السندات ولو بدا في نوفمبر سيكون امر ضاغط على أسعار الذهب. نعم. وربما نرى مستويات أقل من ذلك على أسعار الذهب، في ظل نحن نعلم أنه دائما الذهب يستفيد من خطط التحفيز وأيضا يستفيد من ارتفاع التضخم، لهالسبب شفنا كيف خلال الأسبوع الماضي عندما أتى التضخم مرتفع أسعار المستهلكين أو مؤشر التضخم بمعنى هو أسعار السلع، فهو شفنا كيف الارتفاعات، فبالتالي الذهب تفاعل إيجابا مع ارتفاعات التضخم والتوقعات بارتفاع التضخم وخطط التحفيز، لكن الدولار يؤثر لحكم العلاقة العكسية التي تربط مع أسعار الذهب بالإضافة إلى التقليص. نعم، محللة الأسواق المالية من إكويتي جروب لينا قنوع كنت معنا من دبي، شكرا لك على هذا الشرح الوافي.